القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها آمين. بنقرب من أسبوع البسخة، وعلشان نربط الدراسة بالحياة ونعيش لترجية الكنيسة وسنة الكنيسة الليترجية، النهاردة هنتناول مع بعض بالدراسة الآلام المحية لربنا يسوع المسيح حسب ما جاء في كتاب الدر السمين بتاع أبونا القديس ساويرس ابن المقفع. كتابات القديس ساويرس ابن المقفع كتابات لاهوتية دسمة، وإن كانت في القرن الثلاثاشر أو الحداشر العاشر أو العاشر فهو يعتبر من رواد التراث الذي كتب باللغة القبطية باللغة العربية. هو أول من كتب باللغة العربية، لذلك تأتي كتاباته أصداء لآباء القرون السابقة له، وهو يجب في معرفته كل ما جاء حتى إلى القرن العاشر والقرن الحداشر في هذه الحقبة الزمنية. ربنا يدينا نعمة، يدينا بركة، والمجد لله على كل شيء، وبركة الآباء الأولين والقديس ساويرس ابن المقفع أسقف الأشمونين تكون معنا، والثالوث القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدور كلها آمين. مرة تانية نشوف واحد من الآباء الكتاب المعتبرين أعمدة في الكنيسة، وهو القديس الأنبا ساويرس ابن المقفع، المعروف بأبي البشر ابن المقفع، كان شغال كاتب في الدولة الأخشدية، وسيمة أسقف على الأشمونين. وطبعا الأشمونين عشان يودوا لها أسقف كان لازم يكون أسقفها من الآباء اللي هم يقدروا يسدوا في هذه الإبرشية. مش أي أسقف يختار لهذه المنطقة تحديدا، خاصة في ذاك الزمان، ولازال طبعا لأجل انتشار، طبعا كان في بعض اليهود بعض الأفكار الفلسفية، فكان لازم يختاروا واحد يقدر يسد في الأمر ده. احنا فرحناكم من شوية، هنرجع ليوم الجمعة، خدنا السبت ناخد بعده الجمعة، يعني المفروض ناخد الجمعة بعد كده السبت، لا احنا خدنا السبت وبعد كده هناخد الجمعة. وإيه السبب في وضع المحاضرة الأولى قبل المحاضرة الثانية؟ لأن المحاضرة الأولى تأسيسية، لأن الكنيسة نفسها مبنية على زي ما قلت، أو الترتيب مبني على وضع الآلام بين مجدين. فأنا عشان مش أتكلم عن المجد الأول اللي هو التجلي، فجبتها من المجد الثاني عشان نرجع للآلام ونشوف موضوع المجد الأول هو صاغه إزاي، إن هو مقدمة للآلام. في مقدمة دايما أذكرها عند الكلام على أي كتابات للأنبا ساويرس ابن المقفع. لي الفخر أن أكون أحد أبناء نفس الإبرشية اللي منها الأنبا ساويرس ابن المقفع. بداية التعرف عليه كانت من خلال كتابه الدر الثمين في إيضاح الدين. هذا الكتاب يحمل اسم غير مسمى، وقلت الكلام ده من 4 سنوات هنا، وألقينا 3 محاضرات عن ساويرس ابن المقفع، عنه وعن كتاباته، وعن فضل الاشتباك بين الكتابين سواء الإيضاح أو الدر السمين، وتكلمنا عن الثالوث، وتكلمنا عن منهج ساويرس ابن المقفع. اللي ما حضرش المحاضرات كدارس ممكن يرجع للي احنا قلناه في المدرسة. في مقدمة دايما استخدمها عشان نفهم هو بيكتب ازاي، بيشتغل ازاي. بيقول كده في نهاية المقال الاول لي على موضوع الثالوث: نذر يسير من الكثير الجزيل من صفة وسر الثالوث المقدس، الذي يجلى عن كل الصفات ويتعالى عن كل الشبهات، الذي لا يدرك بالعقول الجسمانية ولا يقاس بالأفكار الأرضية. وهكذا قبلنا، أي أمنا، كما سلمته الكنيسة الرسولية والتقليدات الأبوية
لنقتفي حسن آثارهم ونقتدي بسبلهم ونحيا بحياتهم ونتجنب كل شيء مضاد لقولهم. هنا ابن المقفى بيلخص المنهج اللي شغال عليه. أنا وأنا جاي النهاردة جاي كده في شارع عشان أدخل على الكنيسة، فكرت من ضمن الحاجات اللي هي طرأت لذهني كده، ابن المقفع النهاردة لما يكلمنا عن الألام أو يترجم للأباء أو يعمل ترجمة لنصوص كتابية أصلا، لأن ابن المقفع عمل ترجمة للكتاب المقدس، عمل ترجمة للكتاب المقدس العهد الجديد، قعد فيها أكتر من 30 سنة قاعد يترجم ويقارن ويوضح، وقارن الترجمة دي وجاب أسقفة تقارن معه عشان يشاركوا العمل بتاعه. فعرفنا أن ابن المقفع ما كانش راجل سهل، وما كانش من السهل أن يكتب بالعربي في وقت خلاص الكنيسة فيه. هو قال كده في مقدمة كتاب الإيضاح أن الناس ابتدت تنسى أن المسيح ابن الله وتقول المسيح ابن مريم، ولو قالوا ابن الله يقولوا على سبيل المجاز. فابتدى يعالج هذه الأمور الرعوية بالنسبة للقاهرة. طبعا الصعيد ما كانش لسه دخل في المعمعة بتاعة القاهرة والإسكندرية، وكمان مش كده وبس، لا، ازاي ينقل للآباء فكر الآباء وكتاباتهم وأقوالهم وتعليمهم إلى أبنائه. مشكلتنا الرئيسية واللي دي تجاوزها مؤتمر إبولوجية في الجدول اللي أنا شفته، إن لما كان واحد يكتب زمان كان يكتب للفئة الموجه ليها، فإحنا مشكلتنا بناخد الإشكالية اللي عالجها وهو بيخطب الآخر، ففضلنا نقرأ لساويرس كتير عن ردوده. لكن من الحاجات اللي احنا ما جرناهاش عن ساويرس او ما اتنشرتش كتير، الحاجات اللي كتبها ساويرس لابناء الكنيسه. ففي فرق بين اللي كتبه ساويرس كرد، ساويرس ابن المقفع قصدي مش ساويرس الانطاقي، وسامحوني اذا كنت اتكلم عن الانبا ساويرس مجردا من الالقاب، يعني بس دي عشان استسهالا في النطق بسرعه، يعني مش تجليلا من شان الرجل ولا هذا الاب الجليل. فهو كتب للمسلمين ولليهود وللمسيحيين اللي هم على حافة الارتداد للناحية التانية مقالين يوضح فيهم. المقال الأول توضيح أو إيضاح تثليث الله وتوحيد، تثليث أقانيم الله وتوحيده، توحيد جوهره يعني مش توحيد حاجة تانية. والمقالة التانية اللي هي بيتكلم عن تجسد الابن الوحيد وصلبه. واللاقي ساويرس ابن المقفع يركز على حاجتين، فكرة ان ازاي يرد وازاي يجيب ولاده، ويقول كده ان انا هتكلم لناقص الفهم والعلماء في ان واحد. ده في الايضاح. في الدور الثامن يعمل حاجة غير كده خالص، هو بيكلم ولاده جوه الكنيسة، المعتدين يجوا الكنيسة وييجوا ومواظبين على الكنيسة وكده، فبيكلمهم بما هو اعمق بكثير مما كتبه للآخرون أو الآسف الآخرين. فاللي كتبه للآخرين ده يحمل أسلوب الرد، اللي كتبه لأولاده يحمل عمق التعليم اللاهوتي المسيحي كاملا. فكتب كتابه اللي هو المعروف بالدور الثمين في إيضاح الاعتقاد في الدين، اللي هو موسوم بالاسم ده، اسمه كده، ده اسمه الإيضاح، بس ده اسمه الدور الثمين في إيضاح الاعتقاد في الدين، 15 باب. يبدأ كلامه في الثالوث وينهي كلامه في الثالوث، كأن بيقول خلقنا في الثالوث ولا أحد سيدخل السماء إلا إذا كان داخل دائرة الثالوث. هو ده ابن المقفع، وما فيش أعمق من هذا اللاهوت، وما فيش أعمق من هذا التقديم للمسيحية، إنك تلاقي نفسك انت مخلوق جوه دائرة الحب، دائرة الثالوث، وعشان تدخل السماء لازم تدخل دائرة الثالوث. مش هتدخل دائرة الثالوث مفيش سماء، هي دي السماء. ده بالنسبة لابن المقفع وبالنسبة لنا. مرورا عاد كلمة صعادية،
مرورا بالابواب اللي بيعالج فيها ابن المقفع حياه الرب وسر التدبير على الارض، بدءا من تجسده المبارك، بس بدءا من ميلاده الازلي من الاب. يخصص له باب، لألا تقول ان بتاعه الثالوث دي تكفي، لا يخصص لها باب. ثم ميلاده العذراوي، ثم مرورا بكل الابواب لحد كمان مش حلول الروح القدس، لا ومجيئه في علانيته مره اخرى، ويختم الكتاب في الثالوث. يخصص الباب السادس لاعمال الرب ومعجزاته وهكذا. اعمق باب واصعب باب عنده هو الباب السابع والثامن، اصعب بابين عند ساويرس في هذا الكتاب، وهما لم ينشرا من قبل. انا حججت النص على اكثر من 10 مخطوطات. بعض الناس نسبوا هذا العمل لقوته ليوحنا ذهبي الفم، يعني واحد يكتب على المخطوط كده اكيد العمل ده بتاع ذهبي الفم ويحوش اسم ساويرس. بعض الناس تقولك لا ده الاثناسيوس الرسولي، بعض الناس تقولك لا ده مين لبولس البوشي. مش قادرين يتوقعوا ان هذا العمل ابن شرعي وطبيعي لمين؟ لصاحبه وهو ساويرس ابن المقفع، بتاعه كتبه. ساويرس عمل ايه في الكتاب ده؟ ابتدى ياخد المنهج الاثناسيوسي، وانا قلت الكلام ده قبل كده، يعالج الفكره من خلال يكتب مقدمة للفكرة، ثم يعالجها من خلال العهد القديم الآيات وشرحها، ثم يعالجها من خلال العهد الجديد، ثم الآباء قالوا إيه عنها، بعد كده الليتورجية الصلوات بتاعتنا عنها إيه بسرعة، وثم يعقب إيه الأمر الخلاصي من هذا الباب أو من هذا الأمر أو من هذه الفكرة. كل الأبواب الـ13 الوسطانية هي عبارة عن تدبير الله على الأرض لأجل خلاص آدم وذريته. ساويرس يقول لنا كده ده من المخطوطات اللي نسبت العمل لبولس البوشي، وده محفوظ في إحدى كنائس المنيا، يعني كنيسة مغمورة كده كان فيها شوية مخطوطات محطوطين في مش عارف إيه، عرفنا نصور منها المخطوط ده اللي هو فيه الكتاب بتاع الدور الثمين. ده مخطوط زويلة، ده مخطوط فاتيكان عربي. الباب اللي احنا بنتكلم فيه، خلي بالنا المخطوط بتاع فاتيكان عربي ده يعني مش اتنسخ في الفاتيكان، ده اتنسخ في المنطقة المجاورة للأشمونين، ونقل إلى مكتبة اسمها مكتبة غوبير المنفلوطي، ومكتبة غوبير تم السطو عليها من قبل الناس بتوع سرقة المخطوطات وتجار المخطوطات في القرون 17 و18، فنقلت هذه المكتبة بكاملها وبيعت في أوروبا، تناصفتها الفاتيكان مع باريس. المكتبة دي فيها كل أغلب الكتابات اللاهوتية لآباء الكنيسة القبطية اللي كتبوا بالعربية، وفيها يعني عاوز أقول لكم عمق أعماق التعاليم اللاهوتية اللي خارج كمان عن مواضيع الرد، لأن العمق مش في الرد، العمق في التعليم. يعني أنا بدل ما أقول أن أنا هرد على فلان اللي ضد الكنيسة في كذا، لا أنا أعلم نفسي وأعلم ولادي إيه تعليم الكنيسة بتاعتنا عن الثالوث. احنا القديسين بتوعنا علمونا ايه الثالوث، الكتاب المقدس قال ايه عن الثالوث، مش الاخر قال ايه عن الثالوث. لان عندما يرد احد الاباء القديسين على اي بدعة او هرطقة او تعليم خاطئ، يجرح التعليم الصحيح لا محالة. يعني لو حضرتك جريت لقداسة البابا شنودة ذهبي الفم عصره، التثليث والتوحيد والتجسد اللي هما المحاضرتين اللي مديهم عشان الجماعة التانيين، اوعى تحصر فكر قداسة البابا شنودة في هذا الكتاب او هذه المحاضرات، لا. طب اخده منين؟ خده من اللي معمول لك انت. زي ايه؟ زي كتاب لاهوت المسيح اللي البابا شنودة فيه استخدم 645 آية كتابية، يبقى كده باخد الكلام المكتوب لنا. للأسف
احنا بناخد عاوزين نتعلم من الرد. طب ده الرد مش معمول عشانك انت، انت خلاص تجاوزت هذه المرحلة انك تدخل لعمق التعليم، وعمق التعليم مش في الردود، لان تجرح العقيدة في الرد لا محالة. يعني مثلا زي القديس أثناسيوس الرسولي لما بيقول لأريوس اللي انت بتقول على الاب ازلي لكن الابن مش ازلي، يعني كان في وقت فيه الاب ما فيش الابن، ده كلامك، خلي بالك ده كلام أريوس، يعني هو بيقوله كلامك كذا. لو فقدنا كل الصفحة وتبقى من كتاب أثناسيوس وقت فيه الابن الاب ما فيهوش الابن، يبقى انت تنسب لقاضي المسكونة وحكيمها وربان المجمع سقطة مش بتاعته. هو ده اللي بيحصل في بتر التعليم في الرد، لان في الردود في مشاكل. لكن لما تاخد اي جملة عاد من جمل الخاصة بالتعليم مش هتلاقي فيها ادنى مشكلة، حتى لو فقدنا كل الورق اللي ما تبقاش غير سطر، السطر فيه كفاية، السطر فيه سليم. هو ده اللي المقصد من الموضوع ده. عشان كده ابن المقفع ساويرس ابن المقفع لمن لا يعلم، طبعا بيحصروه العلماء والباحثين ما بين سنة 910 915 ميلاده لحد سنة 987 اللي هي الصيغة الإيمانية اللي باب فيليساوس الرسالة الإيمانية لحد سنة 1000، يعني قول من 900 ل 1000 في القرن العاشر كله نبغ ساويرس ابن المقفع. كتب كتابات كتيرة، البعض أحصاها 20 زي مثلا كتاب سير البيعة المقدسة، والبعض أحصاها 26 زي ابن كبر، ويقول كده ويضيفه كده ولي كتابات أخرى وميامر وتفاسير ما ذكرناهاش بالاسم. نلاقي كل دقيقة والتانية نتكعبل في حاجة لساويرس، نتكعبل في حاجة لساويرس. وده طبعا إيه، حاجة بركة من عند ربنا إن احنا نلاقي بعض كتاباته حتى اللي مش أحصوها العلماء. يتخذ المنهج الأثناسيوسي اللي قلت لكم عليه اللي هو التدريج في التعليم، يمسك من العهد القديم من العهد الجديد، وهو ده الفعل التدبيري والخلاصي للكلمة الإلهية. احنا مش عاوزين من الكتاب المقدس غير رسالة الخلاص، فانت حتى العهد القديم العهد الجديد الآباء هتدور على رسالة الخلاص من خلال الكتاب المقدس. هو تاخدوا كلمة مش عاوزين من الكتاب المقدس دي وتودوني في داهية فيها. استطاع ساويرس ابن المقفع أن يقدم لقارئ العربية لأول مرة في الكنيسة القبطية أقوال الآباء مترجمة من اليونانية أو القبطية إلى العربية. وأنا بقول اليوناني أو القبطي لأن إحنا من الفترة اللي فاتت وجدنا واحد من المترجمين في القرن ال17 عنده بيقول كده عندي كتابات قديس كيرولوس السكندري في أسيوط، المكتبة فيها 4 مجلدات، فيها المجلد الأول يحتوي كذا وكذا وكذا وكذا، والثاني كذا وكذا وكذا، والثالث كذا وكذا. الثلاث مجلدات دولة ابتدى هو يترجمهم، وترجم رسائل القديس كيرولوس في القرن ال17، وابتدى هذا المترجم من القبطية العربية يعرفنا ان الكنيسة القبطية مش غريبة عن الآباء ولا مستغربة عن الآباء بعد خلق دنيا. احنا مش بالاتهام اللي بيتهمونا فيه، والدليل انك تلاقي واحد يقول لك عند النص ده بالقبطي وهترجمه عربي قرن 17، ده يعني معنى كده ان قبليها موجود. غير كده يجي واحد زي ساويرس ابن المقفع نلاقي عنده اكتر من 191 مقطع من كتابات الاباء في كتابه بتاع الدور الثمين، ونلاقيه يعتمد على 1163 آية. لا ده مش آية، ده نص كتابي، يعني ممكن النص يتجاوز نص الأصحاح. فتخيلوا 1163 نص كتابي مع 191 نص آبائي في كتاب واحد لكتاب من كتابات ساويرس اللي هو عمله لأولاده. عشان كده القديس ساويرس ابن المقفع أو المعلم الكبير ساويرس ابن المقفع يستخدم المنهج اللي احنا قلنا عليه، المنهج الأثناسيوسي اللي هو التدرج، يستخدم الآباء، يستخدم المنهج التمثيلي، وده واضح في كل كتاباته اللي هو المنهج القياسي والتمثيلي، ان مثلا يجيب مثل او قياسا على كذا زي قرص الشمس والى اخره، المنهج الموضوع وكمان مش يعمل كده وبس، لا يبدع ويجيب امثله جديده لم تتخذ من قبل. مثلا يعني زي مثلا في الثالوث يجيب عقل الصابع، فبيقول لك ما فيش لا يقوم الصابع بدون 3 عقل.
اللي لو المتحرك ده مقطوع ما يبقاش صابع. ليه؟ يبقى مبتور، يبقى ما فيش صابع، ما فيش صابع بدون ثلاث عقل. وياخدها كمان ويتكلم ويترجم هذا المثل للحبشية، وطبعا يبقى مثل من تمثيل الثالوث عند ساويرس ونقل إلى الكنائس الأخرى. ساويرس بن المقفع يتكلم مثلا، يجيب لك في الألام هنا، وده هنشوفه مع بعض، كل الآيات الأمثلة الرمزية في الكتاب المقدس ويدخل في تفسيرها العميق مش التفسير المباشر، وهنشوف الكلام ده مع بعض بسرعة. ده بالنسبة مقدمة عن موضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة بتاع الباب السابع لأجل الألام المحية على الصليب المقدس. يذكر ساويرس في مطلع الباب، الأبواب كلها يدي مقدمة كده خفيفة سريعة، هنا يروح داخل العمق خالص في موضوع باب الألام، لدرجة ان تخلي واحد اسمه هرقل بن كشك، اسم أبوه كده يعني، من منفلوط، وهو بينسخ يروح مفكر يقولك لا الباب ده صعب هو والتامن. تعمل ايه يا عم هرقل؟ راح عم هرقل ده ابن كشك راح كاتب ملخص لشرح ساويرس على الباب السابع والثامن، اللي هو الباب الأول السابع عن الألام والثامن عن موته المحيي على الصليب. فيبتدي يعمل إيه؟ يقدم لنا كمان شرح ليهم، لأن حتى كلام ساويرس أصبح في القرن الـ18 صعب على المستمع. طبعا بالنسبة لنا، بالنسبة لجيلنا دلوقتي اللي جرى مثلا سلسلة إخسوس أو اللي طلع من عند الآباء، لما يتذكر قدامه اسم من الآباء عارفه، ولما يتذكر قدامه قول بعد مركز دراسات الآباء أصبحنا هذه الأقوال في متناول أيدينا وعلى النت. لكن في القرن الـ18 كان الكلام صعب وعمقه أصعب، وده هنشوفه مع بعض. فيذكر في بداية الباب كده، بالنسبة لي أنا فقرة 3 اللي هي من الباب، ولما صنع الرب هذا بأسره وأظهر إعلانه للشعوب، حينئذ أراد أن يكمل التدبير الصالح الذي من أجله يكون خلاص لكل المسكونة. ربنا عشان يكمل التدبير وهيدخل للألام الخلاصية ابتدى يخبر تلاميذه ويقول أنا دلوقتي خلاص ما عادش ينفع الكلام المبهم وبالأمثال، وهو جي وقت أخبركم عن الآب علانية. أنت بتخبرنا ليه عن الآب بس؟ لا، ده كمان يخبرهم عن موته علانية. بعد 3 أيام هيكون كذا، بعد مش عارف ايه هيكون كذا، احنا داخلين على كذا، ابن الانسان لازم يسلم الى ايدي المشيخة اللي هي الكتبة ورؤساء الكهنة ويصلب ويقتل في اليوم الثالث يقوم. فهم واخدين الكلام كده، شافهم واخدين الكلام كده بايه، انا اسف يعني ان اتهم الرسل بهذا الاتهام، باستهانة معقولة؟ ده انت ما لا تجوم الناس، هتروح انت تموت وهتسلم نفسك للصليب، قصة مش مستصاغة بالنسبة لهم. لكن أخبرهم عنها علانية كما أخبرهم عن الآب وكما أخبرهم عن الموعد الذي سيرسله من الآب. فالكنيسة تروح مرتبنا القراءة دي امتى؟ ليلة الجمعة، عاوزة تعد كل أبنائها ان خلي بالنا احنا داخلين على شكل مش مألوف ومش مقبول للرب المصلوب على الصليب، مش مألوف ان الرب يصلب ولا مقبول حتى للتلاميذ. ايوه حتى للتلاميذ. يروح عامل ايه؟ بيقول ان انا اخبركم علانية كل حاجة قلتها لكم. يقول كده ساويرس، بيقول لهم ماذا يقول الناس اني انا؟ فكل واحد ابتدى يقول كلمة، هو عاوز يعرف من الاخر انت وصل لكم ايه من كل ده. دي اول يفتتح بها الباب. بعد كده يروح داخل ساويرس ابن المقفع في حتة تانية، يروح يقول لك ان الله، ده الكلام اللي انا ذكرته في المحاضرة الاولى واللي سبب في ان احنا نستغل موضوع مقدمة سفر الرؤيا، بيقول لك قال الانجيل المقدس ان من ذلك الوقت بدأ يخبر تلاميذه انه ينبغي ان يمضي الى اورشليم ويقبل الآلام الكثيرة من المشايخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتلوه، وبعد 3 أيام يقوم وأظهر لهم مجده في الجبل. هنا وجب على الابن المتجسد على الله أن يظهر مجده فين؟ في الجبل التجلي. لازم قبل ما يدخلوا على الآلام
كان يعمل ايه؟ يشددهم ويقويهم ويعلمهم ويخبرهم علانية انه هو الله الظاهر في الجسد. على الرغم ان الكلام ده مش لأجل تدبيره بس، لا لأجلهم هم، لأن تدبيره أن زي ما الشيطان أخذ الإنسان من الله بحيلة يأخذ الله أيضا الإنسان مرة أخرى ويرده. قديس غرغوريوس الأغوص يقول كده، يرد به بحيلة، وكانت الحيلة التجسد، ده ساويرس يعلمنا كده. المرة دي الحيلة أو استكمال هذه الحيلة مش التجسد بس، دي الحيلة بقت أصعب، دخل على موضوع الألام. فالشيطان كده كده هيتشكك في هذا الابن المتجسد، هيتشكك في المسيح. بس بما ان الشيطان فتل الحبال وله سلطان هذا العالم وسلطان الدهر وسلطان الظلمة وإلى آخره، هيتشكك، ما بالنا بالتلاميذ الضعفاء البسطاء؟ أكيد هيتشككوا. فوجب على الابن المتجسد أن يظهر له، يعلن لهم مجده في الجبل اللي هو موضوع التجلي. عشان كده قلنا آلام أو ضعف أو وهن بين مجدين، وضعوا بين مجدين عشان إن فاتك التجلي تستلجك الرؤية، زي ما بيقول في الصعيد، إن فاتك التجلي خدت الرؤية. إن إحنا ما كناش معاه في الجبل في التجلي، شفنا في القيامة الظهور وشفنا بعد كده الرؤية اللي هي أعلن فيها مجد وتجلى فيها ليوحنا. عشان كده يقول جوليان أعلان على الرؤية. فهنا يقول لك ايه ساويرس؟ كمان يقول لك ان التجلي مرتبط بموته، هم عارفين ان بيجوم اموات، بس كيف يعلمون انه اله الاموات والاحياء؟ كان لازم التجلي يعمل ايه؟ يعمل عملتين، يجيب موسى من مواضع الاجساد ولا من مواضع الارواح؟ مواضع الأرواح والأنفس، لأن موسى كان مات، له سلطان على الأرواح والأنفس، فيجيب موسى من مخادع الأنفس ويأتي بإيليا من مكان حفظ جسده، فيعلن في التجلي إنه له سلطان على الأنفس والأجساد. فكيف لا يكون له سلطان على نفسه وجسده ويعلن علانية أن لي سلطان أن أخذها ولي سلطان أن أضعها أيضا؟ فما يقدرش يعلن كده إلا إذا كان هو ليه سلطان على الأنفس وعلى الأجساد. فساويرس يعلن هنا إن هو في حادثة التجلي عاوز يقول، يوصل لهم الرسالة إن ما تخافوش من الألم اللي أنا داخل عليها أو موتي ده، وزي ما قلت لكم هجوم يعني هجوم. فيجيب حادثة التجلي كقاعدة لسلطان المسيح على الأحياء والأموات. ثم يقول لنا كده إن بدأ يخبرهم عن الألام بدقة شديدة، وبدأ يوصف ليهم بعض المفاهيم عن الألام. ده بالعكس، حلوا هذا الهيكل وأنا أقيم في ثلاثة أيام. طبعا في الترجمة الحديثة أنقضوا هذا الهيكل، على الرغم أن بولس الرسول بيقول وقت انحلال قد حضر، صح؟ فالانحلال من الجسد هنا المقصود بيها أعمق بكثير من أنقضوا هذا الهيكل. طبعا دي ترجمة ساويرس، خلي بالنا. بعد كده ينتقل إلى نقطة تانية، يربط القديس ساويرس ابن المقفع بين الألام ما بين الفصح، وعاوز يقول إن المسيح الفصح الجديد. فبيقول المسيح طبعا بيقول وكما نطق على فم أنبيائه هكذا كامل، ولما أراد أن يأكل معهم الفصح الذي هو مثال جسده المقدس. جابها من الآخر، مش كمان الموضوع مرتبط بالفصح اللي هو العبور بس، لا، الموضوع مرتبط بجسده، مرتبط به هو. فالفصح مش مرتبط بالألام فقط، لا، مرتبط كمان بالإفخارستية، ومرتبط بوضع المسيح على الصليب كجسد مستمر في ذبيحة الإفخارستية. فبيقول كده المسيح هو الفصح الذي ذبح من سببنا فنتخذه عيدا لنا، لا بخميرة الشرارة والمرارة بل بخمير النقاوة والطهارة. قال لهم الرب شهوة أحببت أن أكل معكم الفصح قبل ألامي. وشهد كده وبيتكلم بعد كده أن إزاي أسس الفصح البديل. يتكلم ساويرس بعد كده فصل كامل جوه الباب ده عن الفصح البديل، أعد لهم الفصح البديل. كانوا هم بالنسبة لهم الملاك المهلك يعبر إزاي
بتلطيخ القائمتين والعتبة العليا. بس اللي كلوه ده جابه هو على وضع المسيح على الصليب وجابه على الإفخارستية. ما ينفعش تاخده على الصليب بس، الفصح هو إفخارستية أو رمز الإفخارستية وتأسيسا لسر الإفخارستية. بيقول كما أن كما قال الرسول الكامل في معرفة الروح، وكما قال أولا تصنعوا الخروف كل سنة تذكار لعتقكم من عبودية المصريين، هكذا أعطانا تذكارا دائما ليعتقنا من عبودية أركون الشر وصلحنا مع الله الحي أبيه ورجوعنا إلى الفردوس بابنه. وليس هذا فقط بل إلى الملكوت الأبدية. هنا ساويرس بيقول إن القصة عاد مش رجوع للفردوس، القصة مش قصة فراديس وجنة عدن والقصة، لا ده هو رحلنا خالص عن قصة الفردوس المحسوس وقصة الألام دي لأجل الرجوع للجنة أو جنة عدن أو الفردوس، لا ده القصة عاد دخول للملكوت. ولا دخول للملكوت ساويرس بيقول كده إلا بالصليب، ومش بالصليب بس، لو أنت مؤمن بالصليب وما فيش إفخارستية مالكش ملكوت. ده قصة ساويرس. وبيقول ومفتاح الإفخارستية إنك تكون معمد. فإذا كان الفصح ده هو اللي بيقول مش أنا، إذا كان الفصح إشارة حية وإشارة مباشرة على جسد الرب ودمه، هي إشارة حتمية على المعمودية. فهنا ساويرس يقول هي إشارة للمعمودية. إزاي يا عم؟ يقول لك هو إحنا مش كمان إحنا اتغسلنا بالماء، احنا اتغسلنا بالدم السمين، اقتنانا بدمه السمين. وبعد كده يدخل ساويرس في مقارنة بين رمزية خروف الفصح. انا هجرى لكم حتة من موضوع المقارنة اللي وضعها ونشوف العمق اللي هو عمله. بيقول ايه؟ بيقول طبعا التأثير اللي تورجي في ساويرس يقول أعني بصعيدته التي يغفر بها خطايا كل العالم، ده تأثير لتورجي. الحتة الثانية اللي أنا عاوزة اللي أنا فكرت فيها في الشارع وكنت هنساها، إن إحنا بنقول إن غابرييل ابن توريك وضع كتاب البصخ المشهور عنه كده صح؟ وساويرس يسبق غابرييل ابن توريك صح؟ تاريخيا كده. طب أنا هنا لما لاجي إن يوم الجمعة ممثل بكامل نبواته وقراءاته داخل الباب السابع لساويرس، تضحد هذه الفكرة. إذن الفكرة أقدم من مين؟ من غابرييل ابن توريك. الفكرة متأصلة في الكنيسة القبطية. لما يجيب النبوات اللي احنا بنقراها يوم الجمعة ويشتغل عليها تفسير في الباب السابع بتاع الألام اللي هو بتاع الجمعة، يبقى كده الفكرة أقدم. وكده ان الكنيسة متأصل فيها، الكنيسة القبطية فكرة الجريات اللي منتشرة فيها في البصخة، التعليم اللي بيقدم في البصخة. دي قصة بس يعني تفكرت فيها وانا جاي، الراجل ده عمل كذا. وعلى فكرة دي ما كتبتهاش لسه، يعني حتى الكلمة دي ما كتبتهاش، افتكرتها وانا جاي. بركة ابونا سنصص وبركتكم ان انا نفكر مع بعض. احنا انا مش جاي أدي محاضرة، أنا جاي يعني نشوف مع بعض نعمل إيه في النص ده. إحنا عاوزين نشتغله. أنا ما إلا بقدم النص، لكن النص جواه حاجات كتير عاوزة يتعامل عليها أبحاث. إزاي تشرح، إزاي تقدم الكلام ده من على المنجلية، إزاي الكلام ده يتقدم من خلال منصة تيرانوس مرة أخرى بشكل آخر تعليمي. أنا ما إلا بشتغل على القماش، على مصنع قماش. لسه بقولها لأبونا، أنا راجل بتاع نسيج، بقدم قماشة انت تفصل منها. لان انا ممكن هقول لكم كلمه بصريح العباره، احنا ما عندناش اتواب كامله نقص منها ونعلم، او بمعنى اصح كتابات مش منشوره كتير. مجرد لو انا قدرت في هذا العمر ان اقدم فقط نصوص ساويرس عشان انت تشتغل عليها فيما بعد ونفكر والجيل اللي بعدين يفكر او انتوا تفكروا، فهذا في حد ذاته اعتقد انه نجاح. لان كتاب الدر السمين في ايضاح الدين لم يقدم من قبل الا 5 أبواب في المانيا سنه 72، لكن في مجله مدرسه الاحد افسحوا لي المجال ان نشرت 3 أبواب من هذا الكتاب لساويرس، ونشرت باب عند في مجله انجيليه في المانيا اللي هو انزلوا المسيح بالنفس الى الجحيم
عقيدة ثابتة في الكنيسة ونشرناها عندهم الناس يشكروا يعني. فنرجع مرجعنا لموضوع خروف الفصح مرة أخرى كمثل بيتقال بيقول ويقول أو قوله ابن سنة كاملة أي أنه لا ينتقص شيء من أدوار حول السنة شتاء وصيفا وخريفا وربيعا. فالمسيح إذن الذي لم ينقص شيء عن كل الأزمان ولم يكن زمان خلوا منه إذ هو قبل كل الأزمان كإله خالق للأزمان. حول المفهوم مش موضوع ابن سنة يعني كامل يعني سنه كامل إلا ملت نقولها احنا. احنا ملت نتعلم في الكنيسة حولي ابن سنة يعني سنه كامل يعني فرعان شبابه يعني هو كامل السن يعني لا القصة مش كده خالص. قصة عند ساويرس أبعد من كده بكتير. هو عاوز يقول لك الأربع فصول هي الأربع أزمنة يعني هو قبل الزمان وفي الزمان وفي الصلب وبعد الزمان فهو خالق كل الأزمان. فعملية حولي ابن سنة كان لها رأي آخر عند كان لها فكرة أخرى رمزا آخر عند ساويرس. هو ده الرمز. الفكرة الثانية بيقول لا عيب فيه. مثلا احنا هناخد مثلين من الباب ده وبعد كده ان شاء الله ببعت لجود سابونا الباب الكامل انتوا تجروه تشوفوه. لا عيب فيه فبيقول اي لا يكون ناقص شيء البتة فيكون معيوب فهذا لا يوجد فيه احد بل في الاله الكلمة فقط. يعني قصة لا عيب فيه ما توجدش في حد إلا الإله الكلمة فقط الذي قال لأجله أشعياء النبي إنه لم يوجد في فمه غش ولا مكر في فيه. ثم عرفنا النبي إنه هو الذي لم يوجد فيه عيب وهو الخروف الذي سيق إلى الذبح. وعرفنا إنه بغير خطية بل لأجل خطايانا تألم كما تقدم القول. فهنا ساويرس عاوز يخبرنا إن موضوع العيب ده لو عارفين القول اللي في القداس الغرغوري لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبي ولا رئيس أنبياء ما الكل أخطأ. ده حتى الأرواح اللي خلقت أخطأت وسقط منها. فلا أحد بلا عيب فعلا إلا الابن الكلمة المتجسد. فكلمة خروف حولي سنة عرفناها بلا عيب عرفناها مش هتنطبق غير على السيد المسيح. وكل الخرفان خلي بالنا بعيب. وهنا يحضرني حتة بسيطة كده سريعة. السيد المسيح اتفحص بمناسبة ان احنا بنتكلم عن الألام اتفحص 4 مرات كحمل. خلي بالنا من الحتة دي غير المحاكمات. اتفحص كحمل 4 مرات. الناس بتفرح في عيد الميلاد إن الملائكة ظهرت للرعاة والرعاة قالوا كذا صح؟ الرعاة هنا كانوا شهود وفاحصين للحمل الذي بلا عيب. كان الرعاة دول المتبدين لحراسة القطعان بيحرسوا إنه قطعان المتآخمة الأورشليم بالتالي اللي هتقدم منها سبايح. اللي بيربي الحملان دي لما فور ولادتها يبان لو فيها عيب ولا ما فيهاش عيب. فالرعاة بيستلقى الحمل اللي بيتولد على الايد فبيفحصه. لو طلع في الحمل عيب يركنه بعيد. لو طلع ما فيش عيب يحطه في الزريبه اللي هتقدم منها الحملان ذبايح او يوم الفصح. فهنا لما ولد الحمل الذي بالعيب الحقيقي كان لابد من فحصه من فحصة الحملان عند ولادتها. فقال له ما تدخلوا تلاقيه بين حيوانين. عشان كده مغارة الميلاد والقصة الجديدة دي مغارة الميلاد والقصة الجديدة بتاعت ان احنا نحط فيها حملان دي اصلا خطأ. لان مفيش حمل يدخل مزود فيه بهايم كبيرة. اللي بيربي البهايم يعرف القصة دي. فهو وسط حيوانين. وبالمناسبة نرجع بسرعة لسبت النور. اللي بيحضر منكم سبت النور بالفعل وبيسمع الصلوات بتاعتها يقرأ في يسمع في صلاة حبقوق يقول ويعرفونك وسط حيوانين وفي آخر السنون تظهر. هنا بيتكلم عن الميلاد. طب ليه حطها في سبت النور؟ لأن هنا بيشير إلى فحص الحمل. فهو هيدخلوا الرعاة الحمار يعرف صاحب الآية بتاعت أشعياء تربة الآية بتاعت حبقوق الحمار والطور وإسرائيل لا يعرف لكن الحيوانين الاثنين دول عرفوه. والرعاة المتبدين للحراسة عرفوا الحمل الذي بالعيب اللي مولود وسط ايه
الحيوانين دول. ده الفحص الأول. الفحص الثاني كان من يوحنا المعمدان لما قال هوذا حمل الله، لم ينطق يوحنا المعمدان هذا عن هواه، لا، بالروح القدس أوحى ليوحنا بصفته نبي وكاهن ابن كاهن إن يقول على المسيح هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم أو رافع خطية العالم. ده الفحص الثاني. الفحص الثالث تم في دخول الحملان ودخول الرب مع الحملان من باب الضان في دخوله إلى أورشليم، والناس قالت أصنى، فده كان دخول الحملان، فده كان فحص بتدخل فيه اليوم ده الحملان للحفظ. طب الفحص الرابع امتى؟ رئيس الكهنة لما هتمر عليه الحملان في ليلة ذبحة، تمر عليه الحملان كده، الرعاة دول الناس اللي شغالين عنده دول يمرروا الحملان في طابور كده، وهو عاد يقول ان ده الحمل ده كويس ده الحمل ده وحش، روحوا بعوف سوق السودة، القصة اللي كانت شغالة في الهيكل والسيد المسيح قوامها، ورا عمل ايه؟ ده كان الفحص. عشان كده السيد المسيح لما راحوا قبضوا عليه، طبعا احنا عارفين اللي ما يشتري يتفرج زي ما بيقولوا، يعني ان كل اللي رايحين خرج علمت في مجامعكم في بيوتكم، واليوم خرجتوا عليا بسيوف وعصي، ما كنت وسطيكم، وكله بيضرب وكله بيشتم وكله بيقول وكله بيجامل رؤساء الكهنة والكتبة في اليوم ده، فاتضرب من الناس كلها، مش من الرؤساء فقط ولا من الجنود فقط، حتى من المجاملين. لكن يجي عند حتة قلم بتاع رئيس الكهنة أو عبد رئيس الكهنة يقولوا لا، إلا القلم ده، لأن ده ما كانش قلم، لأن لو قلم ما أنت تحملت الضرب في السكة كلها والليل كله. اشمعنى دي بالذات اللي قلت لا؟ لأن دي حالة فحص الحمل، فهو هنا ضرب الحمل بمعنى بيقول إن في عيب، فبيقول له إذا كنت أنا بلا عيب اللي هي لم أفعل رديا فلماذا تلطن؟ هي مش لماذا تلطن؟ لو احنا جرينا عند ابن المقفع هنعرف ان لماذا ترفضني اللي هي وضع عليها المزمور بتاع بعد كده رفضوني انا الحبيب. فهنا فحص الحملان، وعشان يشهدوا ان بلا عيب كان لازم يمر بالرعاة وبالانبياء اللي يشهدوا ليه في حال حياته وحال وجوده اللي هو يوحنا، وكان لازم يدخل من باب الحملان وتشهد عليه الأمة بأسرها إنه بلا عيب وإنه يدخل من باب بتاع الحملان، وكان لازم يعدي قدام رئيس الكهنة ويتقال فيه بلا عيب، فلم ينطق بها رئيس الكهنة لأن خلاص رئاسة الكهنوت أخذت منه في هذه اللحظة، لأن رئيس الكهنة الأعظم هو اللي جاي يقدم ذاته ذبيحة، فيشهد إزاي؟ ما هو كده كده ما يفهمش. لكن يجي يقول لك حنان وكان رجل رئيس كهنة وكان ممكن يتنبأ، فقال ينبغي أن يموت واحد عن الأمة، طبعا دي نبوة يقولها براحته، لكن ينطق بشهادة للحمل أنه بلا عيب الأممي اللي هو مين؟ اللي هو بيلاطس، لم أجد علة في هذا الإنسان. بكان مين؟ رئيس الكهنة. من تسلمت أن يحكم على المسيح ويحكم على الحمل، فكلمة بلا عيب هنا عشان يحكم عليه ان بلا عيب، حكم بدالك، انت قلت في عيب وضربته، انا قلت ما فيش عيب، فشهد للمسيح الاربع عروض امام كحمل يعني. ثم بيقول كده وقال يؤخذ من عشرة في الشهر الهلالي ويحتفظ به الى الرابع عشر منه. ولذلك المسيح الرب اتى الى مدينة اورشليم حيث يكمل آلامه في عشرة من الشهر الهلالي وهو يوم أحد الزيتونة، مستعد لقبول الآلام المحيية. بيقول لك السيد المسيح دخل مع الحملان، الحملان بتأخذ بغير إرادتها، أما السيد له المجد فدخل إلى أورشليم بإرادته وحده، وعارف أن دخل أورشليم ليسلم لأيديهم عشان يصلب، عارف ده الحمل بيدخل غصب عنه، أما الحمل الذي بلا عيب المرموز به بهؤلاء الحملان أو أولئك الحملان دخل إلى أورشليم بإرادته.
قال لتلاميذه: وذا نحن نصعد إلى أورشليم، وابن الإنسان يقبل الألام الكثيرة ويرزل من مشيخة ويقتل ويقوم في اليوم الثالث، وكان هناك محفوظ بإرادته إلى اليوم الرابع، ده اللي احنا بنقوله دلوقت، من الهلال. فأبطل الفصح الجسداني بفصحه الإلهي بعدما عمل الفصح وأوراهم الظل، وراهم ان ده كان كله ظل ورمز، ثم وراهم الظل، ورى تلاميذه الظل كان ايه الرمز ايه، وأراهم الكمال. الكمال فين؟ في فصح الجديد. وللغد تألم هو عنا وقال الكتاب لا يكسر له عظما. بيفسر عادي حتة حتة، كما شهد الإنجيل يوحنا إنه أسلم الروح ولم يكسر له عظم. بيجيب الحتة من العهد القديم ويجيب لك العهد الجديد تطبيقها، حتة من العهد القديم وبعد كده العهد الجديد. كلمة لا يبات للغد بيقول: فلهذا وضع جسده المقدس متحدا باللاهوت عند المساء في القبر. خلي بالنا من الحتة دي، هنا ساويرس يؤكد وحدة طبيعة السيد المسيح الله الكلمة المتجسد. بيقول هنا ان الجسد ده الذي وضع في القبر كان متحدا به اللاهوت، زي ما النفس الذي نزلت الى الجحيم متحد بها اللاهوت، كده طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد كقول القديس كيرولوس السكندري. بيقول كده يؤكل مشوي بالنار. الحتة اللي جاية دي اللي احنا قلنا عليها، الناس لما تاخد القصة بتاعت الفصح على انه افخارستية بس، لا هو افخارستية ومعمودية. بيقول مشوي بالنار يعني نار روح القدس الفاعل في تقديس القربان، وان الانسان لا يستطيع الدنو منه اذ لم ينال روح القدس بالمعمودية اولا ايضا. يبقى النار بتاعت الروح القدس اللي عاوز تاخدها في الافخارستية وتنالها بسبب الصليب لا تستطيع أن تنالها إلا أن تجتاز بحر النار اللي هو في المعمودية اللي احنا قلنا عليه من شوي. بيقول: وقال مهما كان فيه لم يؤكل مثل جلده وفروته ورجليه وشعره وبعض ما في أحشائه فتحرق بالنار لألا يرمى منه شيء. قال أن الأشياء التي يتأولها العقل، خلي بالنا الحتة دي حتة تدبيرية وبيشرحها ساويرس. بيقول الأشياء اللي تأولها العقل ويفوقه في تدبير الإله فيحرق كل الارتيابات العقلية، كل اللي انت ملت تشك فيه بيحرقه به، يقول لك بقوة الروح القدس. كل الشكوك التي وضعت في ألام السيد أحرقها بحلول الروح القدس مثل ألسنة نار على تلاميذه. يعني لو محلش الروح القدس على التلاميذ مثل ألسنة نار لن يحرق الشك الذي كان يرتاب هؤلاء التلاميذ في بعد الألام وبعد ما شافوا السيد في ضعفه وفي وهنه. فكان لابد أن يظهر أو أن يحل عليهم الروح القدس موعد الآب مثل ألسنة نار، يعمل إيه؟ يحرق الشكوك والارتيابات التي أصابتهم بعد هذه الألام. وبيقول كده: ويقبل الذي إنه بغير شك ولا ارتياب ولا مزرية عند معرفتنا بحسن تدبيره، وإنه إلها حقيقيا، وذلك أن فعله يفوق كل القياسات العقلية والأراء الجسدية والأفكار الدنيوية والتأويلات البشرية والمثالات العالية، بل بقوة حرارة الإيمان وبتأييد برهان الروح كما يحق العزة ربوبيته. يقول لك كل ده هو عمله لأجل إيه؟ لأجل تلاميذه. آخر حتة في موضوع خروف الفصح، بيقول: وقال يلطخ دمه على خدي الباب القائمتين والعتبتين، ده هنا الكلام عدى موضوع العتبة العليا، الفوقانية والسفلية، قائلا: كل بيت لا يصنع فيه هذه العلامة فإن ذلك البيت يهلك أبكاره مع أبكار المصريين، ومن صنع هذه العلامة على باب بيته فإنه ينجى بالصليب. هي ده علامة نجاتنا، هي ده علامة نجاتنا، علامة نجاتنا هي الصليب مش العتبة العليا والقائمتين، لا، العتبة القائمتين خدي الباب والعتبتين العليا والسفلى. عشان كده كان في حتة في الصعيد كده، معلش أنا بذكر لكم بعض الحاجات اللي على جنب دي اللي إحنا كنا ما نشوفها. الناس دي بتعمل إيه؟ يجي يقول لك ايه، انا هعمل ذبيحه لاجل
الله كده وهوزع. طب تعمل ايه؟ يقول لك اذبحها على عتبة الباب ويلطخ القائمتين والعتبة العليا. يبقى لطخ القائمتين والعتبة العليا والسفلى. طب يا اخوانا ده بني اسرائيل ما عملوش كده، لطخوا الاثنين بس وفوق. اشمعنى انت؟ ما عرفش ان هم عنده جارين سويرس كويس احسن مني ومطلعين عليه ومتعلمينه وبينفذوه حتى في الامثله بتاعتهم وفي الامور الشعبيه بتاعتهم واحنا مش داريانين. بعد كده يبتدي ياخد من قوانين الاباء الرسل ان اسبوع الالام بالذات، اسبوع الالام بالذات وخاصه يوم الجمعه او الخميس والجمعه والسبت، بيقول ما فهمش شغل. ايه اللي هنعمله؟ احنا هنقعد نتدارس ونتبارك بالكلمه الالهيه ونشوف الاباء قالوا لنا ايه عشان نتعلم ايه اللي كان لاجل خلاصنا. ودول ايام اللي هيشتغل فيهم هيبقى هو ده كلام، مش كلام انا، ده كلام قانون الرسل بعد كده القديس ساويرس بن المقفع، ان ما ينفعش فيهم الشغل، يعني الايام دي ما ينفعش فيها الشغل. فلما اخبرهم بالامه جيدا حينئذ جعل يخبرهم بقيامته، ما سابهمش كده، وظهوره لهم علانيه ليمسك قلوبهم ويثبتهم ويعزيهم لشدة الحزن والكآبة التي لحقتهم قائلا قليلا ولا تروني وقليلا وتروني أيضا وإني منطلق إلى الآب. بعد كده يتكلم عن بداية الأوجاع، بعد كده يتكلم عن تدبيره، إخفاء تدبيره عن الشيطان، ويتكلم عن إزاي الشيطان كل مرة يجرب يلاقي فيه التجلي ومعجزة فيعرف ان ابن الله، فيدخل على الحرب يشوف لو ابن الله نشوف نتدبر الامر، مملكته تتدبر هذا الامر ازاي. يروح السيد المسيح بسرعه يظهر ضعف او وهن ويعمل اعمال بلاهوته اللي هي اعمال جسده. خلي بالنا لدي، هو اللاهوت يجوع؟ لا، اللاهوت ما يجوعش، بس لما يقول لك الابن الكلمه المتجسد جاع وينسب الفعل الإنساني إلى لاهوته، زي ما يقول يعمل حاجة إعجازية ويقول ابن الإنسان عامل وعامل وعامل، ولما يجي ينسب حاجة من لناسوته عمل ناسوتي ينسبه للاهوته، هنا ده وحدة الطبيعة اللي علمتها لنا الكنيسة. وحدة طبيعة الابن الكلمة المتجسد توجب نسب الأعمال التي يعملها الناسوت للاهوت والتي يعملها اللاهوت للناسوت. فالمسلوب على الصليب هو الله الكلمة المتجسد، لأن لو كان ناسوت فقط لمات فطيس، مات عن نفسه فقط كذبيحة عن نفسها فقط، لا تقدم خلاصا. ولكن لأن الكلمة المتجسد الذي قبل الآلام في جسده على الصليب هو بالفعل الله الكلمة المتجسد أحد الثالوث، فبالتالي قدم فداء أبديا. فداء، وكلمة أبديا دي على فكرة مش معناها فداء أبديا يعني للأبد بس، لا، ده في كتابات الآباء بتوع القرون الوسطى دول يقولوا عن كلمة الأزل الأبد، ويقولوا عن كلمة الأبد الأبد. فلما يقول قدم فداء أبديا معناها منذ آدم، أو فداء للخليقة كلها بأسرها، قدم فداء يكفي الكل، وده ما يقدرش يعمله ذبيحة محدودة يعني، وما يقدرش يعمله إنسان. عشان كده أرجع وأقول لك الكلمة بتاعت القداس الغرغوري، لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبي تمنتوا على خلاصنا دي، لأن كل واحد ممكن تلاقي فيه عيب. طب ولو مات كفاية يموت عن نفسه، عن نفسه فقط. أما الابن الكلمة المتجسد لا، مات لأجل خلاص العالم. فيجي ابن المقفع بيقول إيه عشان يثبت السيد المسيح، عشان يثبت إيمان التلاميذ، قال لهم كده إني لي سلطان أن أضع نفسي ولي سلطان أن أخدها، أنا راعي الخراف وأنا أضع نفسي عن خرافي. وابتدى يديهم كلام اللي هو بنقوله فين؟ في الأناجيل بتاعة البرقليط اللي هي الساعة الأولى من ليلة الجمعة. هذه الأناجيل بدقة تشرح كيف سلم السيد كل التعاليم اللاهوتية لتلاميذه، ما أصبحش ليهم أي حجة بعد أناجيل البرقليط. لما يطلب لأجله من الآب، لما يظهر نفسه أمامهم علانية، لما يكلمهم عن عمق أعماق الوحدة بين الآب والابن والروح القدس ووحدة الجوهر طبعا، ولما يكلمهم كمان على إن إحنا هنبقى واحد معه لو احنا بيجينا معاه فعلا،
ودي الكلمة اللي عند ابن المقفع اللي قلتها لكم، احنا خلقنا في الثالوث مش هندخل السماء غير في دائرة الثالوث اللي هي المحبة. بعد كده يتكلم ابن المقفع عن قبلة يهوذا، واختصر لكم عشان الوقت، خمس دقائق. بعد كده يتكلم عن المحاكمة أمام حنان وقيافة، والمحاكمة أمام بيلاطس، وبعد كده يتكلم عن تفسير بعض الآيات وبعض المقاطع اللي هي في يوم الجمعة العظيمة بتقرأ في الكنيسة. طب وهو بيفسر بيفسر من عندياته؟ لا، قديس ساويرس هنا ابن المقفع يستخدم كتابات القديس إبيفانيوس في الهوجل أو في المرساة، وبيستخدم كتابات القديس ساويرس الأنطاقي وكيرولوس أسقف سلاميس بكبروس إبيفانيوس، ويستخدم كتابات ساويرس الأنطاقي، ويستخدم كتابات القديس أثناسيوس الرسولي وكيرولوس السكندري وباسيليوس الكبير وغرغوريوس التأولوغوس، ومش كده وبس، لا كمان يستخدم من الليتورجية ما يضفي على كلامه الروح التعبدية اللي هو كتب بيها ساويرس هذا النص. الباب السابع هو أطول الأبواب في كتاب الدر الثمين، خد من في بعض المخطوطات من 79 من أسف من 77 لصفحة 77 لصفحة 139 في بعض الأحيان، يعني خد 60 صفحة. يعني عاوز أقول لكم إن الخمس أبواب الأولانية كد الباب السابع، والخمس أبواب الأخيرة كد الباب السابع. الباب السابع واخد جد 6 أبواب من كتابه الدر الثمين، ومركز قوي في موضوع شرح الآلام بتاعت السيد المسيح. مرة تانية ساويرس ابن المقفع قدم هذا الكتاب لأبناء الكنيسة، عشان كده احنا ان شاء الله يعني لو ربنا دبر، احنا طبعا وعدنا بالكلام ده من 4 سنين، ودينا 4 سنين شغالين عن النص على اساس نشوف نوصل لفين مع النص ده بتاع ساويرس. قدينا اكتر من 5 سنين، بس يعني 4 سنين كنا هنطلعه من 4 سنين، بس قلنا نأجل لحين ما يختمر استيعابي انا كشخص لنص الدر الثمين، وبعد كده نحاول نقدم 15 باب. ال15 باب دول احنا نشرنا منهم 8 لحد النهارده في مجلات ودوريات علميه، وان شاء الله هنقدم الكتاب بالكامل للنشر قريب، ونستمتع بكتابات الاباء حتى اللي كتبوا بالعربيه اقوياء. وهنا في غرابه ان ازاي الاباء اقوياء بهذا الشكل واحنا فهمنا بيجي ضحل وتسطيح الفكرة، زي موضوع بلعيب دي، زي موضوع حول ابن سنة، كلنا ما لا تقول يعني كامل السن، يعني كامل مش عارف ايه، وهي القصة غير كامل السن دي خالص، زي ما شفناه عند ابن المقفع هنا ازاي ان هو رب الزمان، وازاي من قبل الزمان، وازاي بيشهد بالاربع فصول بتوع السنة حول كامل ابن سنة، معناها ان في كل الاطوار هو رب الزمان وهو خالق الازمان، وهو جاء أزلي، وهو جاء في ملء الزمان وقدم ذاته ذبيحة مقبولة على الله لله الآب عن خلاص جنسنا. بصوا أبونا قال إن إحنا مش عاوزين نصير غرباء من هذا التراث، التراث الذي كتب بالعربية في مصر تراث غني جدا جدا جدا. الآباء دول كتبوا عشان فعلا يعلمونا. كتابات ساويرس ابن المقفع تعدت فكرتنا المحدودة، تعدت فكرتنا في الرد، واوعى ناخد فكرة الأب من خلال رده. يعني لو أبونا أثناسيوس مثلا، آسف في الكلمة، بيرد على واحد، ما تبنيش فكرتك لأبونا عن أبونا أثناسيوس أو عن لاهوته على هذا الرد. أنا آسف يا أبونا، ابني فكرتك اللي هو وهو عندك هنا بيقول لك أنت كابن الكنيسة إيه، هي دي الفكرة اللاهوتية السليمة. عشان كده أنا مش عاوز نستغرق كتير في الرد على أخواتنا المسلمين وغير المسلمين في موضوع الثالوث، ونيجي احنا هنا جوا كنيستنا غرباء عن فهم الثالوث، الفهم العميق اللي فهمه الآباء. لما يجي أبونا يعرفك على أب يقولك الأب ده مثلا زي إبيفانيوس أسقف سلاميس بكبروس، ويقولك كتاباته كذا وكذا وكذا وكذا، عرفك على الأب، دي فكرة، اداك العنوان. زمان الناس ما كانتش تعرف حتى اسماء الآباء في وقت ما، يعني وصل لدرجة ما يعرفوش اسماء الآباء، ويستغرب انك انت جايب الكلام ده منين، ويقول لك وورد في الهوجل اللي هي المرساة كذا وكذا وكذا. هما
في بعض الناس كانوا غرباء عن كده. كنيستنا القبطية فضلت محافظة على هذا التعليم الآبائي يتوارث جيل عن جيل. اوعى نفكر ان ساويرس بس اللي كتب كده. ساويرس ومن اتى بعده من كتاب الكنيسة القبطية باللغة العربية حافظوا على هذا التعليم. واللي جيهم كلهم خدوا من اللي جاب ليهم وخدوا من الآباء. يعني لقي بعديه القديس سمعان، القس سمعان ابن كليل المعروف بسمعان ابن كليل اللي هو سمعان ابن أبي الفرج ابن مجارة، وده كتب زي ما ذكرت في المحاضرة الأولى سنة تنيح سنة 1240 تقريبا. قعد 36 سنة يدرس ويتعلم ويكتب وقدم كتاباته فيها ثراء عميق، فيها نقل لتعليم الآباء، ونلاقي فيها سطوع لكتابات القديس أثناسيوس وأوروجانوس وكمان لابن المقفع. نلاقي بعديه بطرس السدمنتي ياخد منه شوية، ولاد العسال يبنوا تعليمهم عليه، نلاقي مخائيل أسقف البهنسة يكتب منهم، نلاقي حتى البطاركة بتاعتنا لهم رسائل تعليمية مهمة جدا جدا جدا، رسائل لاهوتية بيشرحوا الإيمان في رسالة هيبعتها الأنطاكي، أو بيشرح الإيمان في رسالة هيبعتها البلد. ده في أباء اللي بيقول الكنيسة القبطية قاعدة بدون تعليم، في أباء في القرون الوسطى كل سيارهم 3-4 سطور جوة تاريخ البطاركة. نكتشف إن عندهم كتابات مش مدون عنها داخل سيارهم. إزاي؟ تلاقي مثلا حشوة كده في جلدة مخطوط، تفتح الجلدة تفرغ الورق ده بطريقة ما، تلاقي رسالة بعتها مثلا البابا مرقس عشان يثبت أولاده اللي ما بيصوموش، وبعت لهم كمان رسالة عن الصوم ورسالة عن الألام. فده مش مكتوب في سيرته. إزاي الرسالة مؤرخة وفيها اسم البطرك واسم الأسقف اللي مبعوت له عشان الكنيسة بتاعته واسم المنطقة اللي مبعوت لها؟ فإحنا الكنيسة القبطية كنيسة فعلا التعليم فيها راسخ. نشكر ربنا، هم تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم. شكرا ليكم، وأنا آسف أن أنا طولت وحقكم عليا، وأنا بشكر أبونا لدعوته لي أن أنا الذي مثل السقط أن أنا أجي أقعد جنبه وأتكلم. دي يعني حقك عليها أبونا، وسامحني وصلي لي أن أنا أقدر أتعلم وأن أنا أقدر أعمل حاجة. شكرا لقدسك وللهنا المجد الدائم في كنيسة المقدسة. أمين. يتمجد اسم ربنا القدوس في الكنيسة، والله يرسل للكنيسة فعلة، وكنيستنا غنية وحلوة. احنا كمان محتاجين نجاهد، واحنا كمان محتاجين نعرف ونبحث وندور ونخدم، عشان عقلنا كمان يبقى فيه نوع من انواع الجليان، لا نترك عقولنا للصدق، لكن العقل وزنة كبيرة ربنا ادهلنا عشان نتاجر ونثمر بيها. يتمجد اسم ربنا القدوس. كل الشكر لأخونا الحبيب الباحث إسحاق البجوشي، الباحث في المخطوطات. حينما يذكر مجال المخطوطات يذكر اسم إسحاق البجوشي، وحينما تذكر المخطوطات يذكر اسم إسحاق البجوشي. ربنا يكتر، عايزين علماء كتير وبحاثة كتير نفتخر بيهم، لألا نحن نعير أنه ليس لدينا اشتياق أن نبحث عن ورثنا وعن آبائنا. اللي ملهوش خير في أبوه ملهوش خير في حد، وفخر البنين آبائهم. وإحنا كنيسة ناس عندنا أصل وناس عندنا وفاء، مش عايزين الروح بتاعت العالم بتاعت عاش الملك مات الملك والتجريح وإسلوب التجريح والذم مشيع المذمة جاهل. الإنسان اللي وفي بكنيسته ووفي بالخدام ووفي بالآباء هو ده اللي بيصنع سلام ويبني الكنيسة. ربنا يبني كنيستنا، وإحنا في بداية كل قداس بنقول سلاما وبنيانا لكنيسة الله. المباني مش الحجارة والأعمدة، لا، المباني اللي هو احنا النفوس. النفس غالية جدا لان المسيح الهنا مات علشانها. ربنا يبنينا ويساعدنا ان احنا نبني
ونشجع ونكبر ونعلي. كل الشكر ليكم على مصابرتكم وعلى حضوركم وعلى متابعتكم. الله يغنيكم ويرضيكم ويطرح البركة فيكم ويجعل هذه الكلمات نافعة لبناءنا ولبناء كنيسته القبطية المجيدة. أشكرك كتير إسحاق على تعبك في البحث في بطون المخطوطات وفي توثيقها، وبالحق أنت كمبيوتر صعيدي مصفح، ويعني وأنت كنز كمان في حد ذاتك، أنت بتاع ده موسوعة مخطوطية متنقلة نفخر بوجودها في الكنيسة. ربنا يعوضك. سلامي ليك كتير وللأحباء في بيت مدارس الأحد في جزيرة بدران، ولكتاب وناشري مجلة مدارس الأحد حتى اليوم كل الأحباء باسمه، والمنتقلين يصلوا عني، الدكتور سليمان حبيبي، سليمان نتشيم، والدكتور مختار فايق، وكل الأحباء اللي سبقهم يذكرون في السماء حيث كانوا يستقبلوني وأنا فتى في بيت مدارس الأحد لأتعلم وأدخل إلى كنوز الكتب. وأنت تبلغ الأحياء سلامنا، خاصة للدكتور عادل شكري، ربنا يديله الصحة وربنا يديكم وتعيشوا وتخدموا. نتقابل مع بعض بمعونة ربنا الأربع الجاي، وإن بتوين هنتقابل مع المشاركين معنا في لقاء أبولوجية. من النهاردة لغاية اللقاء في حاجة اسمها حراسة صلاة، نصلي أن تأتي الكلمة بالنفع وبنيان وخلاص النفوس. نشهد للمسيح اللي قال لنا أنتم شهود لي، واللي قال لنا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم، مش لمحاربة، لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. تفضلوا نصلوا. ارحمنا 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 يا الله الآب الضابط الكل رحام. لصنا ارحمنا 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 يا الله ثم ارحمنا يا رب ارحم. اخيرا يا رب اجعلنا مستحقين ان نقول لك كما علمتنا قائلين ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه مجد الابد امين. والان محبه الله الاب ونعمه ابنه الوحيد شركه ومواهب وعطايا الروح القدس تكون معاكم، وتفرح قلوبكم وتبعد عنكم حرب الشيطان، توصلوا بسلام وتيجوا بسلام، ونشوفكم بكل خير.